السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، الله يوفقنا وياكم يسعدنا وياكم. أدري أن المنظر هذا ما أحد يتحمله، وأدري أن المنظر هذا نشمئز منه، لكن وش نسوي؟ لازم نبين الحقيقة للناس، لازم نبين الأشياء هذه للناس، حتى نوعظهم، حتى نذكرهم، حتى يبتعدون عن الأمور هذه. هذا نسأل الله العفو والعافية، هذا عبدة الشيطان. شوف كيف وصل فيه الحال حتى صار يعبد الشيطان في دورة المياه، نسأل الله العفو والعافية. الله سبحانه يقول لا تتبع خطوات الشيطان، وحنا قاعدين نتبع خطوات الشيطان. الله سبحانه وتعالى يقول حذرنا من المعاصي والذنوب، وحنا نطيح في المعاصي والذنوب. لكن لو وصل الحال أنك تعبد الشيطان هذه أكبر مصيبة، تشرك بالله هذه مصيبة، تكفر بالله هذه مصيبة. الله سبحانه وتعالى يقول كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر إيش يقول الشيطان؟ إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. نسأل الله العفو والعافية.